تفوقكم ونجاحكم هو فرحة لأهلكم الدرجة الأولى، ومن ثم فرحة لمدرستكم ومدرساتكم. ومدرستكم، فاللي نتمنى منكم أن تقدرون هذا الشيء، أن تقدمون فرحة بسيطة على أقل تقدير هو بنجاحكم وتفوقكم لأهلكم هاي الفرحة وأيضا لمدرستكم. نسعد جميعا إن شاء الله أن نخدم بناتنا وأبنائنا الطالبات والطلبة، ونقدم لهم بيئة مستقرة، بيئة مدرسية جاذبة، كوادر تربوية إن شاء الله جميعها هي وجودها من أجلكم. اليوم كنا في جولة في الجانب الأيمن في زيارة إلى مدارسنا. زرنا مدرسة البشائر للبنات، وأيضا زرنا متوسط خولة بنت الأزور ضمن جولاتنا عن قرب وتواجدنا مع كوادرنا التربوية والاطلاع على سير الامتحانات. الحمد لله اليوم ما وجدناه من اهتمام كبير من إدارات المدارس وكوادرنا التربوية تجاه بناتنا الطالبات، كان متميز. الحضور كان لبناتنا الطالبات ضمن الشروط الصحية داخل القاعات، وذلك كان بمتابعة أكيد من كوادرنا التربوية وإدارات المدارس. صراحة ما يهمنا هو أن نكون بيئة المدرسة هي بيئة مستقرة، أن تكون المدارس بيئة جاذبة. اللي يهمنا أن يكون تميز تعليمي، هذا شعارنا من البداية. صراحة مدارسنا في الجانب الأيمن تحتاج إلى مزيد من الدعم، جميع مدارسنا، لكن مدارسنا في الجانب الأيمن تحتاج إلى الدعم. نحن حريصين كل الحرص على أن يكون هذا العام هو عام التميز، حريصين أن نكون بقرب من كوادرنا التربوية والاهتمام بجميع مفاصل المؤسسة التربوية. تشرفنا صباح هذا اليوم بزيارة السيد عبد الرحمن الدباغ مدير عام تربية نينوى، واطلع حضرته على سير الامتحانات في مدرستنا، وأشاد بدور الكوادر التربوية في متوسطة خولة بنت الأزور، وبتنظيم القاعات وتوفير وسائل الراحة لكافة طالباتنا الأعزاء. نسأل الله العلي القدير أن يسدد خطاه فيما هو موكل إليه وهو قدر المسؤولية إن شاء الله، ويوفق جميع كوادرنا التربوية لخدمة العملية التربوية ولخدمة بناتنا العزيزات. شرف لمتوسطة خولة بنت الأزور أن تتشرف وأن يزورها شخص كالأستاذ عبد الرحمن ومعه الأستاذ سلوان، الذي تحمل العبء الكثير الكثير في التعليم عن بعد، وهو سندنا في هذه العملية الحضارية التي هي التعليم الإلكتروني. نسأل الله العلي القدير أن يسدد خطاهم. نادرة محمود الجميلي مديرة متوسطة خولة بنت الأزور.